مع الطالبة المثالية، ما شاء الله عليها 4 سنين الطالبة المثالية في كلية حقوق. بجد هي نموذج مشرف لكل الطلاب وكل الشباب المتخرجة. النهاردة أنا جايباها عشان تعرفنا إيه هو المجلس القومي للمرأة، وإزاي هي قدرت توصل ما شاء الله للمكانة دي، وإزاي قدرت تواجه التحديات وما شاء الله عليها نزلت واتدربت واجتهدت. النهاردة هنضرب بيها مثل للشباب اللي في سنها وتقول لنا نصايح. الأستاذة رباب نورتي. تسلمي يا دكتورة نورك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبة يا حبيبتي. عايزاكي تعرفي مشاهدين الصحة وجمال مين هي رباب. هو أنا طالبة في الفرقة الرابعة كلية حقوق جامعة بني سويف. أخدت الطلبة المثالية السنة دي. كمان مسؤول لجنة العلاقات العامة والإعلام منظمة حقوق الإنسان، ومنسق الطلبات اتحاد طلاب تحيا مصر. ما شاء الله. مسؤول لجنة العلاقات العامة ومنسق الطلبات طلاب من أجل مصر تحت رعاية وإشراف دكتور أحمد فاروق. ما شاء الله. منسق منسق عام لطلاب جامعة بني سويف، صح كده؟ ده اللي أنا عرفته عنك. أنا عملت سيرش كتير عنك، ما شاء الله عليك، أنت عملتي كل حاجة.